غادي نحاول نخدم معاكم. اول حاجه هنا غنخدم معاكم هذا المثلث، هذا المثلث صغيور كيجي فيه غيجيونا فيه 6 ديال العيون. من بعد تيجي حدا هذاك المثلث البيض هذا، من بعد كتطلع عاود الخدمه. غنوريكم الطريقه كيفاش كنخدموا هذا. هنا غناخذوا اول عين بنفس الخيط اللي كنبقى عندنا، هنا غنضربوه هنا في الاول، غنضربوه كذلك هنا في الثوب، نضربو في الثوب وغنطلع هذاك الخيط ديالي في الثوب، وغنضرب هنا هذا الخويط هذا. شفتوا معايا بحال كيما كنديروا ملي كنكونوا باغيين نبنيو الغرز. هنا غادي نطلع من هذا الخويط كنبدا ندير عين ها وحده، وهنا غنضرب في هذه الغرزه هذه، وانا كنزير ضروري، وغنرجع في هذيك العين اللي ضربت فيها، هذيك العين يعني اللي بنيتها غادي نضرب فيها نطلع منها الخيط بالطريقه هذه باش تجي تكون عندي هنا عين. وغنعاود نضرب في الثوب نفس الطريقه، نقطعو هنا هذا الخيط هذا، وبشويه غنضربو في الثوب. يعني كنعرفو هاد الثوب ديال جوهرات يكون يعني خفيف بزاف. انا غنعاود نضرب نفس الطريقه، غنضيف غرزه هنا وغنضرب هنا كنزير، غادي نضرب الثانيه غنضربو هنايا هاد الغرزه الاولى. شوفوا معايا هنا هي، ونضربو في الثانيه حنا كنزيرو، نعاودو نضربو في الثوب شويه لكم هنا تضربو يديكم. هنا غنعاود نضرب هنا نطلع من الخويط هذا، ندير فيه واحد الغرزه ها الثانيه وها الثالثه. شوفوا معايا هنا غادي نطلع من هاد العين هذه، يعني بالتدقيق انا راح تزير تتزيروا كتجيكم الخدمه ديالكم متقونه مزيان كيف كتشوفوا. غادي نعاود نضرب هنا ندير خيط وغنضرب الغرزه الثانيه الثالثه وها الرابعه. يعني داكشي تيبدا يتشكل عندنا المثلث ديالنا، راه بدا تيبان شفتوا. وهنا غنضربو في الاخر اخر عين هنا بقات عندي، كنتو كترتاحوا في الابره رقم النمره 5 يعني ديروا 6، اولا كذلك ديروا النمره 7 اللي بغيتو. كنفضل النمره 5 يعني كتكون بعدا معاونه هي في الشده. وهنا غادي ندير هاد الثانيه وهاد الثالثه، وانا كنزير أربعة. هنا هذا هو المثلث ديالي بعد ما كنكون كملته. وهنا غادي نجي غادي نضرب معاكم هنايا، غادي نطلعوا دابا غادي نخدموا هاد الخدمه بحال ما هكا. دابا غادي نطلعوا كاملو حتى كنضربوا في الاخر، يعني في الغرزه الاخرانيه، وكنبقاو نرجعوا ثلاثه ديال الغرزات كذلك بنفس الطريقه. غنديروا ثلاثه ديال السطوره ماشي توخروا ليا الفوقي ثلاثه العيون، نعاود نخدم بهم من بعد من الفوق. هانتوما غنثبت الخيط هنا الاولى ها الثانيه، وانا كنزير كنف الخدمه ديالي ثلاثه اربعه خمسه، غيجيونا تسعود هنايا سته سبعة ثمانية تاسعة غتجي هنا. وهنا ملي غندير التاسعة ضروري نجر تا هاد الخيط البيض، حيت غادي نجر وغادي تجيني معاه ديك الغرزة هنا. نحاول ندور هنا، ها هي وحدة ها جوج ثلاثة نبداو هنا. غادي نجي هنا غادي نبدا معكم المثلث،
غنوريكم الطريقه كيفاش كنخدموا المثلث في هذه الجهه هذه، ومن بعد غنوريكم كيفاش غادي نقطعوا هذه الخيوطه هادو. هنا غناخذ نفس الخيط اللي كان عندي هنا، نحاول دائما نبقى نزير الخدمه ديالي. هنا غادي نضرب اول غرزه من القهوي، وانا كنجر هذا اللون القهوي اللي عندي باش ما تحلش ليا الخدمه. هكا نضرب الثانيه، هنا ثلاثة، ها أربعة، خمسة، وها ستة. واش واضح ليكم الفيديو؟ هنا ستة، وغادي نرجع فيهم نوريكم الطريقه هنا كيفاش كنديروا الهيه. هنا ملي كنكونوا خدامين هنا كنزيدوا العين من جهه التوب، هنا كنبداو نقصوها، يعني كنبداو ناكلوا هذيك العين من جهه ديال التوب. هنا غادي نبداو نديروا اي غرزه درناها كنحاولوا نهبطوا شويه الخيط هكا لتحت، يعني كنحاولوا نجروا الخيط لتحت هكا، يعني باش ما غاديش تبان لينا هذيك الخويه. هنا نضرب خمسه ديال العيون، واحد جوج ثلاثه اربعه، وغنضرب في الخامسه السادسه ما غاديش نضربها، يعني غنبدا نحيد عين عين كل مره هكا. وغادي نضرب هنا في التوب وانا كنزير الخدمه ديالي باش يعني تجيني الخدمه اللي عند التوب. هنا راه مازال غادي نديروا ليه هنايا واحد، غندرسوه ندير ليه حمل الجوانب، مابقاش غادي يبانوا هاد العيوب هادو. هنا غادي نضربوا هادي، غنبداو نضربوا هاد الخمسه ديال العيون نطلعوا فيهم ونعاودوا نهبطوا. ملي غنعاود نهبط غناكل عاود عين، غتبقاو عندي ربعة ثلاثة أربعة ها خمسة، وأنا كنزير الخدمة ديالي كنأكد دائما على الزيار. هنا واحد ها جوج، وأنا كنهبط الخدمة لتحت ها ثلاثة، نضرب هنا الرابع ونحيد الخامسة. ها نتوما كنحاولو نجرو شوية لعند التوب باش نانيليو هذيك الغرزة الأخرى، وحنا كنزيرو دائما وحنا كنزيرو. نضرب هنا عاود تاني، غنطلع في هاد الربعة ديال العيون ونهبط في ثلاثة. هكا تيبقى عندي هنا ستة ديال العيون الفوقي، باش تبقى غادية ديال الخدمة ديالي مقادة محسوبة هي هادي. المهم هنا التالتة، هنا ديك الرابعة غنحاول نحذفها، هاهي حيدتها مبقاتش، وغنضرب في التوب وأنا كنزير. غنعاود نطلع هنا في ثلاثة ديال العيون، ها وحدة ها جوج وها التالتة، انا بالضبط الثاني في جوجات، وانا كنزير كنهبط الخدمه ديالي اللي عند التوب ها الثانيه، نهبط هكا وهنا نعاود نطلع في هاد الجوج ديال العيون ونهبط في وحده. هذه هي الطريقه باش كنخدموا المثلث هذا من هاد الجهه. المثلث الاخر راني نخدموه هنا ما غنضربوش في هادي، غنضربو في التوب ديريكت، وانا كنزير وانا كنهبط الخدمه اللي عندي، وغنضرب في هاد العين هادي. وهنا غنعاود نضرب فيها باش تكون ليا اخر عين اللي هي السادسه هكذا صافي. وكنضربو في التوب، خيط عندي هنا قصير مابقيتش غنعاود نخدم به. هنا غادي ندخلو هنا نخدم عليه واحد شويه ونقطعو. ها نتوما شوفو معايا دابا نحس معاكم، ها نتوما واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ها سته، تيبقى عندنا هنا سته ديال العيون. هنا بالنسبه لهاد الخيوط هادو اللي تيبقاو لينا هنايا، ها هما شفتوا معايا كيفاش تيبقاو، راه تيبقاو كاملين هكا. كناخذوهم هكا كنعقدو اي خيط، تنعقدوه هكا نعقدوه عقده ولا جوج عقدات،
حنا كنزيرو ممكن ناخذ المقص وكنقطعو كما هكا. تنتبعوا يعني الخيوطه ديالنا كاملين داكشي جبت لكم، الا عرفتوا تتعاملوا معاهم خليهم حتى الاخر حتى هما كيشدوا ليا شويه، ما عرفتوش تتعاملوا معاهم يعني من الاحسن اللي بقى لكم حاولوا تقطعوا، يعني ما تقطعوه حتى كتخدموا عليه واحد المده واحد المسافه. الا قطعتوه نتوما باقي ما خدمناش لكم تقدر تحل لكم الخدمه، والا تحلات الخدمه يعني ضروري خاصك تعاودي تحلي كلشي، يعني تحلي حتى لديك البلاصه اللي تقطع لك فيها الخيط وتعاودي تصلحيها باش ما يجيكش يعني شي غلط. من الاحسن يعني تفاداو هادشي كلشي من الاول، كنخليوه هكا لتحت حتى نساليو الخدمه ديالنا، تنبعدو عليه عاد كنرجعو نعقدو ونحيدوه بحال كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. وهنا غنبداو عاوتاني بنفس الطريقه، غنضرب هنايا غنزكي الخيط هنايا، هنا نضربوا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، وحنا كنزيرو هنا غنديروا غير ثلاثه ديال الغرزات وغنمشيو نجيو فيهم سته ديال المرات. انتوما جوج الخدمه ديالنا هنا راه بدات تتبان، يعني قربت نسالي هاد الخدمه هذه غنحاول ان هاد الخيط القهوي ندفعو لتحت كيف قلت لكم. هنا غادي نضرب هنا واحد جوج وها ثلاثة جوج وثلاثة ونعاود نضرب هنا الخيط القهوي نحيدو ونجرو لتحت باش مبقاش غير كيبان ليا تحت من هاد اللون. انا خدها نخدم هنايا كذلك بهاد اللون هذا، نخدم بهاد الباج هذا. انا هنا خدمت هنايا كيف كتشوفوا ديجا خدمتو، هنا غادي نخدم عاوتاني هنا غير ثلاثه ديال العيون، ها ثلاثه غنعاود نرجع فيهم ها جوج ها ثلاثه نضرب هنا بنفس الطريقه، يعني الخدمه كلها بحال بحال غير كتبقى غير في الحساب باش طلع لينا الخدمه ديالنا هكا. اجوج وها ثلاثه هنا غنبدا ندير معكم عاوتاني مربع اخر هنايا نفس الطريقه اجوج وها ثلاثه، نرجع كذلك هنايا ثلاثة ديال العيون مشوش ثلاثة، نرجع هنايا واحد وها جوج وها ثلاثة، ندهن الغرزة الثالثة والأخيرة. هنا غادي نعاود ندير الخيط آخر باش غادي نكمل هنايا هاد اللون. هنا تقريبا وصلت للمراحل الأخيرة باش غنبدا نسد جوج ثلاثة، نعاود نرجع فيها هاد الالوان يعني المغلوقين تيكون تيشدو الخملة. هنا نعاود نضرب هنا واحد ها جوج وها ثلاثة،
نعاود نرجع واحد ها جوج وها ثلاثة ونضرب هنا الثالثة نفيها كذلك الأولى ها الثانية وها الثالثة كملت هاد اللون القهوي هذا وهبطت به هنا نفس الطريقة باش كنهبط هنا وهنا يعني بنفس الطريقة كلها هنا غادي نخدم هاد اللون هذا وغادي نطلع هنايا غنطلع ثلاثة د العيون هنايا وكذلك غادي نكمل هنا ستة ديال العيون باش غنكون ساليت يعني الخدمة ديالي غنثبت الخيط ديالي هنا نضرب الغرزة الأولى الثانية هنا لكن مثلا شاط لكم الحرير ديالكم والوسط في الخدمة ديالكم مثلا هذا بيلا شاط لكم طويل هذا الخيط هذا شاط لكم طويل غتكملوا به الخدمة هذا دابا انا غادي نخدم به غنكمل به الخدمة هنايا غنطلع به هنايا باش نكمل هذا المثلث هذا او لا المربع هذا انا نرجع هنا هذه هنا القهوي راه كملتو راه سديتو دابا غادي نسد هاد الباش باش غنكون كملت هاد الخدمه هادي وندير معكم مثلثات البيضين ديال الجوانب بنفس الطريقه غير هما كيجيو كبار صافي والخدمه هي دي غتكون يعني سالات وغادي نبدا الاعاده عاوتاني ديال الخدمه ديالي غادي نكملها في نص الطوق هنا على حسب نتوما وشحال بغيتو تخدمو الا كاين اللي كيهبط بها كامله ولكن غادي تجيكم يعني قاصحه في الخدمه الا بغيتو تهبطوا بها كامله لتحت احسن حاجه ديروها هكا في نص الطوق وتكملوا بالملاقيه الا كنتو يعني بغيتو تهبطوا بها كامله يعني تصغروها قد ما لقيتو يعني ديروا فيها هي ربعه ديال الغرز اولا تجيكم فيها تقريبا 20 عين قلت لكم هذه جاتني فيها 30 عين 15 من الجهه 15 من هذه الجهه يعني في الفتحه ديال العنق غادي يبان لكم الحساب ديالها ملي غادي نبغي نصايب الفتحه ديال العنق غادي كذلك نصور لكم الطريقه كيفاش كنديروا لها الفتحات العنق هذا كتشوفوا انا كملتو ودرت هذا المثلث هذا هذا المثلث كيجي كبير على هذا المثلث هذا هذا كيجيو فيه 6 ديال الغرزات هذا كيجيو فيه 9 كيف تشوفوا هنايا لان عندنا هنا 3 وهنا عندنا 3 وهنا عندنا 3 هنا غادي نبدا معكم نفس الطريقه علاش خدمت هذا يعني على نفس الطريقه غادي نخدم معكم كذلك هذا كيف وريتكم في نفس الطريقه اللي خدمنا به هذا كنعاودو نخدمو به هاد الجهه الاخرى حتى هي غنزيدو غرزه كنزيدو عين في كل مره هنا كناكلو عين يعني هنا كنحيدو عين وهنايا كنزيدوها وغنضرب في الغرزه الثانيه ونضرب هنا في الخيط دائما الخيط تيكون دايرنا دائره كنطلعو من وسط منها الخيط كنعاودو نرجعو للجهة الأخرى مين كنبغيو نرجعو هنا نضربو هاد الغرزة هادي نضربو في التوب نحاولو نزيرو الخدمة وهنا غنعاودو نضربو في هاد الخيط باش نزيدو عين نضربو عاود هنا ها هو كملت هذاك المثلث خدمتو يعني بنفس الطريقه ديال هذا وهنا غادي نخدم معكم المثلث هذا ديال الوسط كذلك كنطلعو كنثبتو اولا هنايا الخيط كنثبتو في هاد الغرزه ديال العيون يعني كنشدوه في هاد القهوي كنقوم تبيع القهوي الا كان عندنا حساب مقاد يعني من الاول الا كان عندنا الحساب مقاد هنايا فراه كنمشيو مقادين كان عندنا الحساب فيه شي نقص اولا زايد يعني راه غادي يجينا الخدمه ما غاديش تجينا مزيانه هنا انا راه حاسبه راه عندي 6 6 يعني 6 في القهوي غادي نخدم كذلك 6 هنايا وغنمشي ونجي فيهم 6 ديال السطوره
والبصل. انا هذا هو الشكل النهائي ديال الرنطه ديالنا ديال اليوم، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي. هذه اللي خدمت معكم دابا، راه كتجي غزاله. ضروري تاكدوا من الخيط، هذا الخيط هذا طلع ليا، هذاك اللي قلتو لتحت. من بعد غادي نقطعو، تاكدوا من الخدمه ديالكم هكا مزيانه. شوفوا كيفاش كيجي، راه كتجي غزاله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف على قلوبكم. وعيد مبارك سعيد مره اخرى، يا ربي ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. كنتمنى لكم اوقات ممتعه ان شاء الله وفرجه سعيده، وشكرا على التتبع ديالكم.